مهندس، يمكن يقال انه لما اجي انشئ مجتمع جديد، او حتى خليني اقول انه مجتمع عمراني جديد، اسهل بكتير من ان انا ادخل مكان لسه ابدا اطور فيه، مكان بالفعل موجود وانا لسه بجدد فيه، خاصه لما يكون في بشر موجودين، مواطنين موجودين، اكل عيشهم زي ما كنا بنقول. وعلى سبيل المثال عندنا اماكن كتير، انا محتاره يعني اعطي اي مثال فيهم، لو هنتكلم حتى عن صور مجرى العيون، مثلث ماسبيرو، حاجات كتير جدا ممكن نتكلم عليها. عايزه اعرف من حضرتك الخطه المصريه، يعني فكره ان انا دلوقتي حالا هاطور منطقه بعينها، ايه اللي بيحصل؟ طبعا احنا اول ما نخش على منطقه، يعني فعلا زي ما حضرتك قلت كده، انا لو عندي مشروع هبني 10,000 عماره في مكان جديد واقدر مرتاح ليا، انا هحط على 10,000 عماره دول 1000 شركه علشان ينفذوا المشروع. كل شركه 10 عمارات ويطلع في سنه سنه ونص. لكن عشان اقدر اتدخل في كيان قائم وحياه قائمه ومن يعني ما نهزش الحياه دي ونقدر ندمر الحياه دي او لا، لازم تدخل بمشرط جراح يعني حذر جدا جدا. صحيح. جدا علشان اقدر ما اثرش على حياه الناس، بالعكس اطلع بيهم، وفي نفس الوقت ما نقدرش يعني ايه ناذي وجودهم. حياتهم تقول ايه، تعالى انا هدي المكان ده وتصرفوا عيشوا حياتكم براحتكم لغايه ما ابني. لا خالص، ده احنا بنقعد مع الناس ونتفاوض معاهم، ونقعد ممكن نقعد شهور طويله نتفاوض مع الناس لغايه ما نوصل لنقطه اتفاق معينه. نوصل مثلا ده مثلث زيرو مثلا، حضرتك ذكرت المثل، ازاي انا اقول للناس مثلا ايه، ده انتوا عايزين ايه؟ قعدنا معاهم، قال احنا عايزين، واحد قال عايز ارجع تاني، لا انا عايز اروح الاسمرات، انا عايز التعويض، وهكذا. كل واحد قال فكرته، حطيناها في استماره، الناس اختارت الاستماره دي اللي هم عايزين يتلائم مع كل واحد. يعني ما حطيناش حل واحد جذري يقول هو ده اللي نتعامل عليه، الموضوع عباره عن حلول متنوعه، استراتيجيات مختلفه، سياسات مختلفه للتعامل، وكل واحد يختار اللي يناسبه منها، تتوافق مع ظروف الجميع. فعلا تتوافق معه. طب اللي عايز يسكن يرجع يسكن تاني في المشروع، فتره بناء المشروع هنعمل ايه؟ بندي له قيمه ايجاريه يسكن بها مناسبه فعلا لان هو يسكن بره، لغايه ما المشروع يخلص يرجع تاني يسكن، ما سيبناهوش يقول لك عيش مع نفسك او حلها مع نفسك. لا، ده حتى الانسان لما يجي مثلا يقول ايه، عندنا مثلا مشروع في المحله، المشروع المحله ده الناس بتقول هننقل عفشنا خلاص هنمشي الموضوع واحنا خدنا تعويضات. واحد بيقول ايه، انا ما عنديش فلوس انقل العفش ده، فحطينا له قيمه ماديه لنقل العفش بتاعه علشان ما يتقالش ان احنا لا اتصرف مع نفسك. الدوله عشان ما يبقاش كمان في عبء عليه زياده. احنا اي انسان، الحمد لله الحمد لله، ما فيش حد دلوقتي بقت الناس تشتكي انت ليه ما تدخلتوش عندنا في حلول. كان زمان الناس بتخاف تقول لك ايه، لا يا ربنا يكفينا شر الناس دي، ما حدش يقرب لنا، لو الدوله مدت ايديها عندنا يا رحمه يعني ربنا يعني ايه يرحمنا من اللي هيعملوا فينا عشان يخافوا. فعلا كان بيخافوا. صحيح. دلوقتي بقينا نلام، ازاي انتوا سايبيننا ما تدخلتوش عشان تحلوا لنا مشاكلنا هنا،